زي ما ذكرت كل الاناجيل بتبدا من, من ايش صار من الارض وتتجه الى فوق لكن يوحنا يبدأ انجيله من من فوق وياتي مش راح اقرا النص مره اخرى لكن اطلب منكم تخلي تخلي كتبكم المقدسه تليفوناتكم مفتوحه على على انجيل يوحنا الاصحاح الاول رح نقرا الاعداد مع النقاط اللي رح اتكلم اتكلم عنها. انجيل يوحنا يقدم لنا قصه الميلاد زي ما نعرفها في الاناجيل الاخرى. انجيل يوحنا مش مشغول في في كتابته لا بمريم ولا بيوسف ولا عن رعاه ولا عن ملائكه ولا عن مجوس بيسافروا الاف كيلومترات حتى يقدموا هدايا ولا عن ملك غضبان بقتل الاطفال بيت لحم بلا بلا رحمه مش هذا الامر اللي شاغل يوحنا يوحنا اللي شاغله شيء اكثر بكثير واكبر بكثير يوحنا بحاول ياخذنا من من بدايه انجيله لنقطه اللي شغلت الله عبر العصور، عبر الأبدية كلياتها. ياخذنا إلى إلى الأبدية. بيبدأ انجيله في البدء، بالبدء يعني قبل ما في البدء اللي ما حد ولا ولا بداية، الأزل. وبقدم لنا في هذه الفقرة اللي اللي إيش كان؟ إيش كان شغل الله؟ وإيش كان قلب الله؟ ومع بعض رح نحاول نكتشف ايش يوحنا بده يقدم لنا. القطعة اللي موجودة قدامنا للأسف بالعربية بتظهرش كيف كانت كتبت في النص الأصلي وأنا ما بديش أرجع للنص الأصلي ولا بدي أقارن في النص الأصلي، لكن بدي أحب أقول لكم النص الأصلي أول 18 عدد في إنجيل يوحنا بسموه المقدمة. ومكتوبة بصورة شعرية خاصة في في اللغة اليونانية اللي بسموها كيازم أو بالعربي مقابلة اللي كل القطعة مبنية على أعداد بتقابل بعضها البعض عن أفكار تتقابل مع بعضها البعض وبتقودنا هاي الأعداد كلها لفكرة مركزية رئيسية في القطعة فيوحنا بال 18 عدد اللي بحاول يقدم لنا إياهن ويحكي لنا عن لاهوت عظيم وكبير اللي مش حندخل فيه اليوم بصورة فيش عندنا وقت كافي حتى ندخل فيه بده بالآخر يوصلنا لنقطة بسيطة جدا ومهمه جدا رح نكتشفها مع بعضنا البعض اللي بيحكي عنها يوحنا ومش راح اركز على الشعر مع اني بحب الشعر مش راح اركز على الشعر لكن راح اركز على كلمه الله في هذا الصباح وكيف استخدم يوحنا الكتابي في هذيك في هذاك الوقت في هاي المقدمه حتى يركز انظارنا لقلب وجوهر وقلب الله وإرادة الله ومشيئة الله حتى نتذكره في في هذا في الميلاد وزي ما قلت طريقته في الكتابه انه في اعداد بتقابل بعض البعض فيوحنا بيبدأ, بيبدأ انجيله في كلمات معروفه النا جميعا اللي بيقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله هذا كان في البدء عند الله الله انا بحب احط العدد اللي بقابله قاعد يوحنا لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر وكانه يوحنا في نصه بعطي اطار يكتب قاعد بيقول الله انه الكلمه كانت منذ البدء عند الله وبالاخر بيقول لكن هذه الكلمه وين شفناها؟ في شخص المسيح اللي هو الله فاول شيء بيتكلم يوحنا عن ازليه الكلمه بيقول المسيح هذا اللي اللي كثير ناس بحاولوا يجستوه كانه تمثال صغير او صوره ما عنديش مشكله مع الاشياء هاي لكن بحدوه هناك بنتي هناك يوحنا يتكلم عنه بقول انه انه المسيح ازلي شو معنى ازلي؟ لا يوجد بدايه ولا نهايه لايامه هذا الشخص اللي بنحتفل في ميلاده في تجسده هذا الشخص اللي لا يوجد لا بدايه ولا نهايه لأيامه قدرت تحط أول نبدأ من سلايد الأول قلنا الابن هو الله نتذكر لما نحتفل في هذا الميلاد نتذكر أن الابن هو الله لما بتكلم يوحنا كمان بتكلم لليونانيين لليونان والفكر اليوناني بيستعمل كلمة لوغوس الكلمة هي لوغوس كلها نعرف الكلمة هي صارت مستخدمة في عدة علوم لكن واللوغوس عند اليونانيين الفكر المنطق نعرف الفلسفه اليونانيه وكانوا يقدروها كثير ما كانش عند المشكله عند اليونانيين في ذاك الوقت انه اللوجوس تكون ازليه المنطق يكون ازلي ابدا فيش له بدايه ولا نهايه لكن المشكله كانت عندي انه الكلمه تتجسد تاخذ جسد الجسد شيء شرير بالنسبه للفكر اليوناني ولكن يوحنا بيجي وبيتكلم انا بقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله والكلمة كان الله ولما بيتكلم يوحنا بهذه الاعداد مش بقول قاعد انه بعض التعبير المهم ننتبه لها بقول انه الكلمه كان عند الله يعني هذا اللوجوس اللي الكلمه هو مش مش خيال الكلمه هذا هو يعني ومش انه فكره فقط لكن هو الله نفسه بقول مش فقط كان الكلمه كان الله في البدء كان الكلمه والكلمه كان وكان الكلمه كلمة كان عند الله. مرقص لما بيستخدم نفس الكلمة، كلمة عند، بيستخدمها في آية حلوة، بيقول ليس أو بنقدر نفهمها منيح، لما بيتكلم عن يسوع بيقول في مرقص ستة عدد ثلاثة بيقول: ليس، أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسبعان؟ أو أخواته ها هنا عندنا. فكانوا يعثرون به، شو كانوا يعني لما بقولوا اخواته عندنا يعني ايش قصدي يقولوا يعني هدول الناس زينا زيهن مش هدول اخوات يسوع واخوه يسوع هدول زينا ولما بيستخدم كلمه عند هنا، اخواته زينا يوحنا بقول والله في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله هو هو الله نفسه فالاطار اللي بيتكلم عنه يوحنا الفكره اللي بيتكلم عنها شكرا تكلم عنها يوحنا انه 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 في البدء هذا الشخص المسيح هو الابن هو الله ويوحنا على فكره نتذكر انه شخص يهودي اللي لا يؤمن بتعدد الالهه فبالنسبه ليوحنا كان فكر جديد قاعد يقدمه بقول انه يسوع هو هو الله نفسه الله نفسه الله بكمل في حدث 18 عشر لم يره احد قط لكن الابن الذي هو الله هو خبر هو خبرنا وشاركنا من الله فبيبدا يوحنا هاي المقدمه وبربطها مع بعض البعض بقول انه الشخص اللي اللي جاء لهذا العالم هو الله نفسه مع انه احنا ادركنا او فكرنا كيهود انه الله لا يمكن ان يرى ليشوفوا شخص وضحيه لكن الابن هو صوره الله غير المنظور هو بهاء مجده ورسم جوهره هذا الشخص اللي بتكلم عنه الميلاد هذا الشخص اللي بتكلم عنه الانجيل الله الظاهر في الابن الله الظاهر في الابن وكان هذا الامر عصره وما زال هذا الامر عصره لكثير من الناس اللي احنا بنعيش في وسطهم فاول شيء بتكلم عنه انه الابن هذا الشخص اللي مشغولين احنا فيه هذا الشخص اللي احنا بنحتفل في ميلاده هذا الابن هو الله وأراد يوحنا أن يؤكد هذا الشيء أنه الإبن هو الله لكن مش فقط هيك يوحنا بده يانا نفهم وندرك أنه الإبن عنده كل الصفات الإلهية أيضا وعدد ثلاثة بتكلم بقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان من هو الخالق؟ اللي بيقدر يخلق وفقط الله. في كلمة تعلمتها قبل حوالي عشرين عشرين سنة باللاتيني اسمها إكس نهيلو. ما عرش لاتيني أنا بس الكلمة عجبتني وضلتني مذكرها. لكن الكلمة معناتها بالعربي بكل بساطة من العدم من العدم يعني إذا واحد نجار شاطر أو واحد نحات بعطيه طين أو بعطيه شقفة رخام وهو فنان بيقدر ينحت شيء، إذا واحد نجار بعطيه خشب بيقدر يساوي قطعة حلوة، إذا إذا عندي مادة بقدر استخدمها لكن أخلق من العدم أنا بحاجة لإله لا الذي يخلق من العدم الله مش فقط خلق الكون مرات بنفكر احنا يعني خلق الله قال فكان امر فوجد ويوحنا بيجي بيقول لنا هذا هو يسوع الذي به الذي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من ما كان هذا العدد قدم لنا أن إنه الله هو مصدر هو مصدر يسوع هو المصدر خلينا نلاحظ على فكرة كلمة في البدء إيه. تكوين حكى عن عن بداية الحياة تكوين واحد لكن في يوحنا قاعد يحكي عن بداية جديدة بداية نعمة الله يسوع الذي نحتفل به ومصدر كل شيء كل شيء وهذا الشيء بتردد ويذكروه لكتاب العهد الجديد في عده اماكن واحدة من الاعداد المشهوره اللي بنعرفها كلنا في كلوسي موجود بانه مكتوب فانه به كلوسي واحد 16 به خلق الكل ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروش ام رياسات ام سلاطين الكل به وله قد خلق من هذا الابن إحنا الابن الذي هو مصدر كل شيء لكن بدنا نتذكر قلت لكم انه في مقابله انه هاي الاعداد كل عدد بيستعمله يوحنا في عدد مقابل له من وراء وكانه شوي شوي الاعداد بتضيق حتى يوصل فينا الكاتب لنقطه واحده راسيه اللي بده ايانا ندركها. فبقول انه الله انه يسوع هو به كان كل شيء. بالنسبه لليهود على فكره، ايش الاشياء المهمه بالنسبه لليهود؟ ايش احد الاشياء المهمه اللي بذكرها كتاب او اللي اليهود بيعتبروها في تاريخهم اللي موجود عندهم. اعياد غير الاعياد، منين جاي الاعياد؟ منين بيعرفوا عنها؟ من الشريعه، موسى موسى واحد من اعظم شخصيات بالنسبه لليهود على فكره لما لما متى بحاول يكتب انجيله ويقدم لنا يسوع بكل مرحله من مراحل انجيل متى متى حاول يقول لنا اليهود يسوع اعظم من موسى موسى شخص مهم جدا ليسوع فيسوع ف... يوحنا بنتبه لهذا الامر ايضا يسوع مصدر كل شيء لكن كما ان موسى كان وسيله او اللي اللي من خلاله جاء الناموس يسوع مصدر النعمة والحق أما الناموس فبموسى أعطي هذا عدد 17 عدد 18 طلعنا عليه عدد 17 أما أما النعمة والحق فبالمسيح بيسوع صار فإذا هو مش مصدر الخليقة فقط ومش خالق الكون لكن أيضا هو هو مصدر النعمة هو الحق بذاته فيسوع هو الله. يسوع هو الخالق، يسوع هو أكثر من هيك بحكي قاعد. بتعرفوا في مرات صار في فكرة في العالم بنحكي مع أشخاص، بقول لك احنا نعم بنآمن في إنه في قوة خلقت هذا الكون، في إله خالق، لكنه بعيد عنا، خلص، مالوش علاقة، بتدخلش. تركنا وابتعد. لكن يوحنا بيجي يقول مش مزبوط. هذا الشيء مش صحيح هذا الاله اللي خلق الكون هذا هذا الاله يسوع اللي اللي هو الخالق هو ايضا مصدر حياتي وحياتك هو مصدر الحياه في هذا العالم فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه عدد اربعه وخمسه وعدد 16 ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه كمل انا بربط الأعداد مع بعض قاعد كلمة الحياة تذكر في انجيل يوحنا 36 مرة 36 مرة يوحنا بحب هذه الكلمة بحب كلمة الحياة اذا قريتوا الانجيل بتلاحظوا قديش حنا يوحنا بركز على هاي الكلمة وجاء يوحنا في بداية انجيله بقولنا انه يسوع مش فقط خالق الكون زي ما ذكرت لكن ايضا هو ومصدر حياتي وحياتك لما بولس وقف في أريوس باغوس بأثينا بده يتكلم مع مع الناس اللي موجودين هناك اللي ما عندهمش فكرة عن العهد القديم ولا بيعرفوا ايش العهد القديم قال قال زي ما قال واحد من شعراء شعرائكم لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد عن هذا الإله أخبركم وعن هذا الإله يخبرنا يوحنا في هذا الصباح بيجي قاعد يقدم لنا المسيح في فكرة تجسده وبقول لنا هذا المسيح هو هذا الشخص اللي اللي حياتك مرتبطة فيه، اللي هو مصدر حياتي، اللي هو مصدر حياتك، اللي هو هو اللي اللي بيهتم فيك وبيربط أكثر من هيك حتى يوحنا بربط الحياة في النور وكلمة النور أيضاً ترتبط في كلمة الحياة في في كل الإنجيل وكانه يوحنا بحاول يقول لنا في فصل هدول الاشخاص يسوع جاء حتى يعطينا حياه مرتبطه في البر، الحياه المرتبطة بالنور. الحياه وهذا النور اللي بتصارع مع الظلم والظلم لم تدركه. فاذا يسوع مصدر حياه مش اي حياه. يسوع مصدر حياه اللي هي حياه البر. حياه اللي مرتبطه في النور. لما يسوع في الموعظه على الجبل بيتكلم بيقول انتم نور العالم تعرفوا فيش اي قوة في العالم تقدر توقف فيش اي قوة قوة ظلمة في العالم تقدر توقف امام قوة النور يعني لو كانت الغرفة هاي معتمة تماما وضوينا اشعلنا اي شيء بسيط النور رح يبتت فيش قوة للظلمة تقدر توقف النور الحياة اللي بيعطينا اياها يسوع بقول عنها مرتبطة هو مصدر حياتنا اللي مرتبطة انه احنا نكون نور، وهي الفكرة على فكرة تتردد في انجيل يوحنا. أنا نور العالم من يتبعني صح اذا لا يمشي في الظلمة لتكون له نور الحياة أيضا. والنور عند اليهود على فكرة كان اليهود شبهوا الله بالنور، الرب نوري وخلاص يتكلم في بمزمور مئة إيه وتسعة وثلاثين أظن آه آسف إيه فالنور مهم النور مهم يسوع بيجيبوا له مصدر إطار الحياة تبعنا فيوحنا قاعد يضيق الحلقة علينا ولهذا الله هذا الخالق هذا اللي أعطاك أعطاك نور بقول هذا الشخص اللي مش فقط تسمع عنه في شخص اللي شهد عنه يوحنا كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهاده ليشهد للنور لكن يؤمن لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل ليشهد للنور عدد 15 يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي يوحنا كان معتبر جدا عند الشعب اليهودي كثيرين جاءوا حتى يسمعوه ويتعلموا منه لكن يوحنا كل وقت يقول انتبهوا في شخص جاي كان يبشر عن الميلاد كان يبشر عن تجسد المسيح في شخص جاي اللي هو اعظم مني اعظم من يوحنا هنا يسوع عن شخص جاء ليشهد للنور وهذا هذا السؤال إلنا الأيامات هاي لما نحتفل في الميلاد نختبر عمل المسيح في حياتنا نختبر نور المسيح في حياتنا نختبر خلاص المسيح ومحبته ورحمته ونعمته اللي نلناها هل بيتحول هذا الشيء حتى نقول نحن هنا لنشهد للنور النور قد جاء إلى العالم وبتقدم يوحنا وبقولنا هذا الله الخالق المعطي الحياة شو صار فيه عدد تسعة وعشرة بقول كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم عدد أربعة عشر والكلمة هذا النور صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق تكلم يوحنا قبل التجسد كونه كان في العالم بحضوره كالله كان آتيا للعالم الناس مش شايفته الناس مش عرفته ليش لأنه أحب الظلم أكثر من النور لكن انتبهوا للتغيير اللي صار في التجسد بقول يبدأ بيقول لحنا بعد الأربعة أشهر الكلمة كان عند الله وإيش صار؟ الكلمة صار جسداً، الكلمة كان الله الكلمة صار إنساناً صار شخصية مرئية مسموعة تعرفوا كمان في إنجيل في إنجيل آسف في رسالة يوحنا الأولى بيتكلم عن البدء الذي كان من البدء الذي سمعناه ورأيناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فيوحنا كان يكتب لنوع من الناس اللي كان يقولوا كأنه الله لا يمكن أن يتجسد فبقول لهم يوحنا لا أنا بنتكلم عن شخص مش شفناه فقط مش خيال مش سمعناه كأنه صوت من السماء نازل لكن لمسته أيدينا إحنا لمسناه هذا الشخص تجسد اشترك معنا في اللحم والدم هيك هذا الشخص اللي اذ كان في صوره الله لم يحسب نفسه خلسه معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد واشترك معنا في الدم واللحم في محدوديه الزمان والمكان والاوجاع والالام حتى يقدم لنا الفداء الكلمه كان الله بالبدء وما زال الله لكن الكلمة صار حل بيننا حل بيننا والكلمة حل من من بتذكر كلمة بتشبهها في العهد في العهد القديم زيدوا حرف عليها أو حرفين بصير, بصير تشبهها كثير محلة ايش هي المحلي في العهد القديم؟ المعسكر وخيمة الاجتماع وإن كانوا الناس وحل بيننا بمعنى أنه خيم أقام خيمة بيننا دخل وسط وسطنا، صار واحد منا و... والمحلي زي ما ذكر أسيس خالد تشير للخيمة الاجتماع في العهد القديم ويسوع اصبح المحلي اصبح هيكل الله احنا قاعد قدم لنا هذا الشخص راينا بقول مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحق الكلمه في العالم تجسدت الكلمة تجسد الكلمة طب ليش وهذا الشيء بالنهاية بده يقدمه يوحنا عدد 11 عدد 13 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنين المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله عدد 11 وعدد 13 بيحكي عن مجموعتين من الناس كمان عدد 11 وإلى خاصته خاصته في العهد القديم كان الشعب اليهودي اللي اختارهم مش حتى مش لانهم افضل من باقي الشعوب حتى كلمه مش ليس لانكم افضل من باقي الشعوب اخترتكم لكن حتى يكونوا نور حتى يشهدوا عن عمل الله ففي كمان بيتكلم عن شعب اللي اختاره خاصته لكن بيتكلم عن شعب اخر كمان في شخص اما الذين الذين ولدوا ليس من دم ولحم في صار نوعين في اشخاص اللي كانوا في القديم وفي اشخاص اللي صاروا في الجديد لكن ايش الهدف من كل هذا من كل هاي المعركه او الرحله السماويه ايش الهدف ايش هدف الله ايش احنا بحاول يقدم لنا في كل هاي الرساله ايش بقولنا قاعد انه انه يسوع هو الله يسوع هو الخالق يسوع هو معطي الحياه يسوع اللي شهدوا له اعظم الانبياء اللي هو يوحنا يسوع تجسد لكن شو الهدف ايش هدفه من كل هذا الشيء؟ هدفه شوف عدد 12 اللي قلب هاي ال... هاي القطعه كلياتها اللي حكيت عليها قطعه الشعر القطعه الشعريه المتقابله مع بعضها اما كل الذين قبلوه اي المؤمنون باسمه صار عندهم سلطان اولاد الله قلب القطعه كلياتها انه اعطاهم ان يسيروا اولاد الله تعرفوا احنا شيء عظيم جدا احنا بالميلاد مشغولين في يسوع كمؤمنين والعالم مشغول بيسوع بالتجاره بعرفش بايش لكن احنا كمؤمنين مشغولين في يسوع في الميلاد لكن تعرفوا شو يوحنا بقولنا بالميلاد ايش يسوع مشغول فينا يسوع مشغول فينا في كل كل شيء كل الاعداد هاي اللي بحاول يوحنا قاعد بجاهد حتى يقدم لنا اعظم انسان في التاريخ خالق الكون معطي الحياه بالاخر بيجي بتقول هذا هو وقلنا جاء لانه مهتم فيك جاء لانه مهتم فيك ويفرح وتفرح السماء خاطئ واحد يتوب بصير ابن لله هدول الاشخاص اللي اما كل الذين قبلوهم اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه آه. تريتوا مش احنا المشغولين بالله اتريتوا الله مشغول فينا ونحن نحبه لأنه هو وحب أولا شو هي هاي الترنيمة إنه أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من الهلاك في الجحيم لكن أحبه لأن لي حبه يحلو وهو الذي من فضله أحبني قبله فإذا الميلاد هو الله مشغول فينا أعظم كائن في في الكون هو الله حامل كل الأشياء بكلمة قدرته مشغول فيك مشغول في مشغول بأطفالنا مشغول بأولادنا مشغول فينا مشغول فينا وبس بقول حتى نال هاي البركة كل الذين قبلوه قلوا يا رب مش عارفين لك يا رب مش عارفين شو نرد لك في هذا العيد يا رب أي شيء بنعمله هو غبار بسيط فقط يا رب نقول لك في هذا العيد خذ قلبنا احنا بنقبلك مش فقط كمخلص بنقبلك كسيد بنقبلك كمرشد بنقبلك كمعزي بنقبلك كموبخ احنا بنقبلك يا رب لانك جعلتنا اولادك فدا نفرح في هذا العيد كل واحد فيكم يفرح في هذا العيد قول بالفعل انا فرحان لانه يسوع قال لان انا قبلته فانا اصبحت اصبحت بنته انا اصبح اصبحت ابنه هللويا خلينا نوقف جميعنا وننهي في كلمه صلاه يا رب نسبحك ونحمدك من كل قلوبنا لأنك يا رب أنت الإله العظيم خالق كل هذا الكون أنت يا رب في شخص المسيح أظهرت لنا يا رب محبتك من خلال يا رب مجيئك وتجسدك يا رب في هالأوقات في هالأيامات في هذا اليوم في هاي اللحظة بالذات يا رب كأخوة ككنيسة كأفراد وكعائلات يا رب نقول لك يا رب احنا منحبك بدنا نسلمك افكارنا وحياتنا ومستقبلنا وامورنا بدنا يا رب نتمتع في بنويتك الكامله حتى يا رب نكون مختبرين عظمه الحياه اللي عديتها لنا يا رب نشكرك من اجل يا رب تجسدك ونشكرك من اجل عملك حتى تقدم لنا الخلاص يا رب نشكرك لانك قمت وصعدت للسماء والان جالس عن يمين عرش العظم يا رب نشكرك لانك ارسلت الروح القدس حتى يسكن فينا ويعمل فينا ويقودنا انت يا رب ما زلت معنا واختبرنا يا رب كونا بنويتنا من خلال سكنك فينا من خلال الروح القدس ارشدنا يا رب انر في حياتنا اجعل الحياة يا رب تضيء كأنوار وسط ضربة هذا العالم حتى الناس يروا أعمالنا الحسنة حتى الناس يختبروا خلاصك من خلال كلامنا وأعمالنا يا رب باركنا احفظنا في شخصك يا رب وسط التحديات اللي من وجهها فالأيامات الصعبة واجعلنا أن نكون بركة لكثيرين باسم يسوع أصلي آمين